قال مدير مكتب التربية في تعز عبد الواسع شداد في تصريح لقناة يمن شباب إن هناك توجها لدى وزارة التربية والتعليم بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد حتى مطلع أكتوبر المقبل بعد أن كان مقرا في 6 من سبتمبر القادم، وذلك بفعل استمرار ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبدأ تسجيل الطلاب في معظم مدارس المحافظة، ولكن هناك توجه لدى قيادة وزارة التربية والتعليم نظرا لإعلان اللجنة العليا للطوارئ عن اكتشاف حالات جديدة في محافظتي حضرموت والبيضاء، وهذا دفع وزارة التربية والتعليم إلى مبادرة بمشروع للجنة العليا للطوارئ بتأجيل الدراسة إلى بداية شهر أكتوبر. حتى الآن لم يعلن رسميا عن هذا التوجه، ولكن هذا ما يدار أو ما يناقش في اللجنة العليا للطوارئ.